حضرت التقرير اللي قدمت به ان شاء الله وافي وكافي عن كل ما جاي بيه من اوراق ومستندات كلها بس استوفيتها نسمع بالتقرير منكم مالتك. أفضل. احنا اليوم نستبشر اولا ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا هذه الارض على مدار تقريبا 6 أو 7 سنوات اخذنا بها كل الموافقات الاصوليه الى ان وصلنا الى قرار اللجنه العليا للتصميم الاساسي لبغداد، واخذنا بها اعلناها بالجريده الرسميه لمده 30 يوم واستحصلنا بها كافه الموافقات وكتب رسميه من امانه بغداد طالبت من عندنا انه نتحمل اجور الخدمات ايصال الخدمات لهذه الارض، وجاوبناهم بالموافقه على ايصال الخدمات. بدا بعدها السيد علاء المعمار بالمماطله والتسويف وطلب اشياء تعجيزيه من شبكه الاعلام العراقي للوصول الى تمليك هذه الارض. فيما بعد تبين انه اكو عندهم فد نيه يعني مبيته مسبقا لتحويل هذه الارض الى شركه سعوديه، شركه العريفي. بدايه اليوم حبينا يكون ويانا ضيف من امانه بغداد، واتصلنا بالسيد محمد الربيعي مدير الاعلام لامانه بغداد واعتذر عن الحضور بداعي انه عده تعليمات ما يظهر بخصوص موضوع عرض المرسلات. يعني كان بدنا انه يكونوا موجودين اعتبارهم الطرف اللي وافق على منح الارض مالتنا شركه العريفي. يقولون انه الارض تابعه لامانه بغداد،